أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بتحية الإيمان والإسلام من أرض الطهر والتقى والنور، من أرض الهدى والسلام. نحييكم من رحاب أم القرى مكة المكرمة، من البيت العتيق. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهو أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقد استقبله المسلمون بعد القبلة الأولى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومنذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأت التوسعة في المسجد الحرام، واستمرت هذه التوسعات على عهد الخلفاء وغيرهم. وفي عام 1368 أذاع المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بيانا إلى العالم الإسلامي، أعلن فيه اعتزام جلالته تنفيذ توسعة في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي عام 1375 تم وضع حجر الأساس للتوسعة السعودية الأولى للمسجد الحرام، وشملت التوسعة المبنى المضاف والمكون من طابقين مكسوين بالرخام من الداخل والخارج، كما تمت توسعة المسعى بين الصفا والمروة من طابقين أيضا. وشيدت التوسعة السعودية 7 منارات بارتفاع 90 مترا لكل منارة، وبلغت التكلفة الإجمالية 700 مليون ريال. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بتنفيذ العديد من المشاريع والخدمات في الحرم المكي، بلغت تكاليفها أكثر من 97 مليون ريال، شملت تنفيذ 6 جسور في المسعى لتسهيل حركة السعي والداخلين إلى الطواف، وتم بناء محطة لتبريد مياه زمزم بلغت تكاليفها أكثر من 32 مليون ريال، تضخ 60 مترا مكعبا من المياه في الساعة لقسم الرجال، وحوالي 46 مترا مكعبا لقسم النساء. يا خادم الحرمين، أنت إمامنا، وكفاك فخرا خدمة القرآن. قدمت للحرمين أعظم خدمة، ولقد زهى بجهودك الحرمان. رباه واحفظ دولة قامت على حفظ الكتاب وشرعة الرحمن.
وأفض علينا من فيوضات الندى واخلع علينا خلعة الرضوان. أيها الإخوة في الله، ونحن في رحاب مكة المكرمة في هذا اليوم المبارك نرى العديد من الإخوة المصلين والإخوة المعتمرين الذين جاءوا من كل مكان في الدنيا، جاءوا ليشرفوا بهذه الساعات المباركة وبهذه الساعات الروحانية من مكة. يا إخوة الإسلام، يتصاعد النداء وتملأ الأجواء، تتلقاه الأرواح وتحتضنه الأنفس، تتوحد إلى نقطة هذا النداء المتصاعد وتهفو إليه وتسعى إليه، بل تهرول إليه وتسبق كل شيء، فترحل أرواح المسلمين مرات ومرات، مرات تلو مرات، في صلواتهم ودعواتهم، في ابتهالاتهم ومناجاتهم، فهم دائما متعلقون بمكة المكرمة روحا وقلبا وشغفا بها. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، نحييكم في هذا اليوم المبارك بتحية الإسلام والسلام، تحية من عند الله طيبة مباركة تحملها لكم كاميرات تلفزيون المملكة العربية السعودية، القناة الأولى والقنوات الفضائية الأخرى، من رحاب مكة المكرمة، من رحاب المسجد الحرام في هذا النقل المباشر لشعائر صلاة المغرب لهذا اليوم الاثنين 19 من شهر رمضان المبارك لعام 1420 للهجرة النبوية المشرفة، الموافق 27 من شهر ديسمبر كانون أول لعام 1999 للميلاد. أدعوك يا الله في جوف الظلام تضرعا، فاقبل مناجاتي وصدق دعائي. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم أكرم محسن من قد حبانا أعظم الآلاء. رباه إنك عالم بسريرتي، رباه فاحشرني مع الفقراء. يا فرحتي إن كنت عني راضيا فرضاك أسمى غاية ورجائي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، الآن يرتفع صوت الحق لصلاة المغرب من بيت الله الحرام، يرفعه المؤذن الشيخ فاروق عبد الرحمن حضراوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل أغفر لنا. الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، أغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، نودي لصلاة المغرب من رحاب البيت العتيق في هذا اليوم الفضيل المبارك وفي هذه الليلة الشريفة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. أرى الإخوة المصلين هنا يشاركون بعضهم بعضا في تناول حبات من التمر وفي شربهم لماء زمزم
هذا الماء الطيب الطاهر المبارك لحظات أيها الإخوة وتقام الصلاة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، لعل الوصف هنا وأنتم تشاهدونه عبر الشاشات الفضية، لعل الوصف هنا لا يكفي. إن أعدادا هائلة وكثيرة وجموعا غفيرة وكبيرة من المصلين جاءت من كل مكان، جاءت إلى هذه الرحاب المقدسة. لقد ضاق بها كل مكان، رغم اتساع الساحات ضاقت الساحات والرحبات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، ضاقت الأروقة والأدوار العلوية من البيت العتيق. لا تكاد تجد موطئ قدم في هذه الرحاب وهذه الساحات. نعم أيها الإخوة، الألسن تلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقهم وأن يتقبل منهم صيامهم وصلاتهم وكل عمل صالح يبتغون به وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم يا كريم يا الله، إنا نسألك أن توفق الأمة الإسلامية إلى طريق العودة إليك، أن تغسل أرواحهم برشاش النور، أن تصب على قلوبهم من ميازيب غيثك الرحماني، أن تلهمهم رشدهم إلى دينك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد،
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.